مفيش ارهاب، مفيش حاجه اسمها ارهاب. احنا مصر بلد السلامه والتسامح بين الناس، يلا يا جماعه يلا بين الدنيا كلها وبين الناس كلها. انا اسمي دعاء ابراهيم، جايه هنا تبع جمعيه مصر الاراده، جايه علشان اقول لا للارهاب واثبت لكل العالم كله ان مصر دايما بخير وهتفضل بخير، وان شاء الله نفضل محافظين عليها طول ما احنا عايشين، واقول للسياح كمان ان هي هتفضل احلى بلد في الدنيا وفيها جميع الاهرامات والمغول وفيها